صعب. اوكي تمام، دي هتوترك، غير ان انا البس لون كالم زي مثلا الازرق الهادي البنفسجي الهادي، دي يعني هتهديك، هيبقى في استقرار في تفكيرك، فتعرفي تاخدي قرار كويس. ونقدر نحكم، يعني مش نقدر نحكم على شخص بالوان معينه، بس بتساهم. يعني لو شخصيه معينه انت شايفاها لابسه غوامق على طول، هتقولي ايه؟ كئيب؟ لا مثلا عادي، بان رفيع مثلا. وجهه نظر. ايوه والله بيستخبى بيستخبى. اوكي عكس شخصيه تانية هي على طول تلبس برايت كالرز. طب افرضي يا رونق انا بحب لون معين واللون ده مش لايق عليا. أيوة. بس انا بحبه مدمناه وكل الناس تقولي لا، يعني مثلا ايه اللون ده طفيكي. بس انا بحبه بالظبط، هل ده ممكن يعني حلو. انا احب ازاي لون مش لايق عليا؟ انا شايفه نفسي بطريقه والناس شايفاني بطريقه. هو احنا هدف تحليل الالوان عموما اللي احنا بنعمله مش ان احنا نقلل لك الالوان اللي انت بتحبيها، بالعكس ده انا عايزه اديكي فرايتي اكتر. أوكي. بس ايه، او دايما ده اللي احنا يعني او دايما ده اللي انا بقابله، ان دايما مثلا لما العميله او البنت يطلع الوانها مش هي الالوان اللي بتحبها، او الوان مش لايقه على اللايف ستايل بتاعها، يعني الالوان بتاعتها كلها برايت وهي لا، شغلها بحكم شغلها لازم ما ينفعش كده شويه. بالظبط. ساعتها نعمل ايه؟ في كل نوع بشره او كل باليت الوان ليها الوان حياديه، اللي هي زي الابيض والاسود الرصاصي الكحلي، في بدايل ليهم، في البيج البني وما بينهما بقى الدرجات اللي هي النيوترلز او الدرجات الارضيه. فساعتها انا لو مش عايزه البس لون صارخ او مع انه حلو عليا، البس الالوان الحياديه. طيب انا لا، انا الواني اللي بتليق عليا حاجه، بس انا بحب الوان تانية وهلبس الالوان دي، ازاي يبقى شكلي حلو؟ اول حاجه ممكن تحسن من تاثير اللون السيء ده الاكسسوارات. احنا زي ما قلنا الذهبي مناسب اكتر للبشره الدافيه، والفضي مناسب اكتر للبشره البارده. فانا مثلا لو بشرتي بارده وحابه البس لون دافي، احط الجولري او الاكسسوري اللي هنا بالظبط كده من باليت الالوان بتاعتي. تمام. تاني حاجه، لو انا محجبه عشان يبقى هو اللي جنب بالظبط وشي قريب، كل ما هو قريب لوشي يبقى يفضل ان هو يبقى من الواني. تاني حاجه لون شعري طبعا لازم يبقى مفعل بتاع، دي ما فيهاش هزار بقى، دي ما فيهاش نقاش. لو انا بشرتي بارده لازم لون شعري يبقى بارد، دافيه يبقى لون شعري دافي. اخر حاجه بقى ممكن تساعدني الميك اب بقى، ان انا لو الميك اب مظبوط هيحسن من مظهري، حتى لو انا لابسه لون مش بالباليت بتاعتي. طيب سؤال، هو بما اننا بنتكلم على الوشوش هنتكلم دلوقتي على الميك اب كمان، في مواصفات للوش؟ يعني الوش المدور ايه مواصفاته؟ البيضاوي الطويل يعني مثلا اللي هو اهو ايوه هات لنا بقى الصوره هنا كمان علشان نشوف اشكال الوش، المربع القلب الدايموند الماسي ايوه اوكي. الاشكال الوشوش، او انا بعرف شكل وشي ازاي عموما، المفروض ان هو من مقاسات وشي. هما في اربع مقاسات انا باخدهم ايوه لشكل وشي، بيحددوا لي على الاساس ده انا ايه في دول. اوكي تمام. اول مقاس فيهم انا ممكن اكشلي اوريكوا. طيب. حتى أوكي. بالتولز بعد اذنك يا سلمى. اهو اهو هتورينا رونق الوشوش كلها. ايوه هحطهم قدام وشي واحكم على وشي بالظبط كده. فهمت. بس لو انا طبعا ما عنديش ده في البيت اوكي، انا باخد الاربع مقاسات دول. اول مقاس اللي هو مقاس عرض جبهتي، عرض قرطي من هنا لهنا. تاني مقاس عرض خدودي من هنا لهنا. تالت مقاس عرض الفك. رابع مقاس طول وشي من اول ما انبت الشعر لحد تحت. طيب الاربع مقاسات دول بيحددوا لي شكل الوش. فمثلا الوش المدور مقاساته كلها شبه بعض، هو طوله قد عرضه، ملامحه ناعمه يعني مفيش زوايا حاده. تمام. الوش اللي شبهه قوي الوش المربع، المربع زي المربع طوله قد عرضه بس الملامح شويه حاده. تلاقي مثلا الفك الجولاين ديفايند قوي، محدد قوي. الجبهه بارزه شويه. ده الفرق بينه وبين المدور.